اهلا بكم مشاهدي انفسافي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم مع ضيف اللي عنده علاقه بالمجال الفني، هو منتج سينمائي اللي هو السي رشيد الحجوي. جا اليوم باش يحدثنا على الانتاجات ديالو الجديده، لانه دابا بصدد طرح ديال مجموعه من الافلام ديالو اللي غيعرفنا وقربنا منه اكثر. اهلا بك سي رشيد. مرحبا الاستاذ سيما، لي الشرف انا موجود معكم في مقر او في قناه انفاس بريس. شكرا لكم على الاستضافه. سي رشيد، انت دخلتي العالم ديال الانتاج السينمائي وبالشركه ديالكم اللي هي شركه الواحه للانتاج السمعي البصري. نعم. فبالنسبه لك انت كمدير لهذه الشركه، دابا قمتي بانتاج مجموعه من الافلام اللي هما جوج ديال الافلام، الفيلم امغار والفيلم طويل اللي هو اول تجربه ديالك فيلم طويل اللي هو دوار العفاريت. فحدثنا على هذه كل تجربه على حده. نعم، امغار هو فيلم وثائقي، هو من الفكره ديال رشيد الحجوي والاعداد والتنسيق ديالو، لان الفكره ديالي اللي هو اشتغلت عليها مده طويله. امغار كيفاش كتبت الفكره ديالو، كنت كنمشي لهذه المنطقه اللي هي قصيبه محاوس سعيد اللي هي مدينه القصيبه لا ريجون بني ملال الخنيفره، وكنت كنمشي كنمشي للسوق، سوق اسبوعي في هذه المنطقه الجبليه. وكان واحد النهار حتى درت الانتباه ديالي وشفت واحد القيطون في السوق، الناس مجموعين، قلت ما عرفتش شنو هنا واقع. مشيت كنسول، قال لك هذا امغار. من هو امغار؟ حاكم القبيله اللي كيفصل بين الناس في الاسبوق في الاسواق الاسبوعيه بالمنطقه. وطرت لي الفضول باش غادي نبقى نتسنط ونسول ونكتب ونجدد وهادي، والحمد لله حتى تحت لي الفرصه وتلاقيت مع امغار وخذت منه معلومات وعزمت باش نخرجوا الفيلم الوثائقي اللي لانه موروث ثقافي غادي كينقرض، باش حنا نجيو المنطقه النائيه بالجبال الاطلس المتوسط ونسيبوا شيخ كيفصل بين الناس في الزواج في الماء في الورد في الإرغاتيك، اللي هو دول عظمى كتلتجئ محكمة دولية اللي كتفصل بيناتهم. حنا كنجيو في الجبال الأطلس المتوسط كنصيبو راجل كيفصل بين الناس، يعني هذا شيء مهم وعجبني بزاف وزيد سعيد لأن خرجنا الموروث الثقافي اللي الوجود في الموثائقي من الإخراج ديال السي بوشعيب المسعودي وتنفيذ الانتاج ابداع برودكسيون للسي طاهر عبد اللهوي والاعداد والتنسيق ديال هذا العبد اللي قدامكم. الفكره ديالي بما انك تدوي على فيلم وثائقي، فحنا عارفين الافلام الوثائقيه كتكون واقعيه، فما لقيتيش شي صعوبات وانت كتصور الفيلم ديالك؟ بالنسبه للفيلم الوثائقي الحمد لله ما كان صعوبات، لان كنت في واحد المنطقه اللي هما الناس ما نعلقش عليهم، من اطيب خلق الله في المنطقه الاطلس المتوسط، يعني رحبوا بالفكره. بطبيعه الحال رحبوا الفكره، كانت ضيافه، كانت بطبيعه الحال ما نقولوش ما كانش برودكسيون، كان انتاج ولكن كانت الترحيب والكلام الطيب ديال الناس كيخليك باش تنسى كاع شنو كدير، عندك تقوت الطيبوبه والترحيب. ولا انا في هذه المنطقه اللي هي كتسمى شقونده في ناحيه القصيبه في الجبل، جات في اعلى الجبال، كندخل حتى الكوزين ديالهم، الكوزينه ورحبوا بيا، وليت واحد منهم. انا ديك المده كنصور كنقول لهم بغيت هذيك، يقول لك سير جيب على راسك من الكوزينه ولا جيبها من بيت النعاس، يعني وليت واحد من هذوك. علاش؟ هما الا وضعوا فوق الثقه كتولي واحد منهم، ولكن ما كاينش كلشي اللي غادي الناس يوضعوا فيه الثقه. وانا كنتمنى تكون الناس تكون عندها الاخلاق، اهم شيء اذا كانت عندك الاخلاق وكانت سمعتك طيبه عربي الله راك دير كلشي فعلا، ولا كنتي خايبه راسك. يعني هذا بالنسبه للامغار. نجيو دابا لدوار العفاريت، هاد التجربه هذه اللي هي اول تجربه لك في الفيلم الطويل. نعم. حدثنا عليها وقربنا منها اكثر. الصراحة دوار العفاريت يعني عفاريت دوار العفاريت هو من سيناريو سي سفيان الدخيسي، إخراج الدكتور بوشعيب المسعودي اللي هو الشريك ديالي في الشركة وصديق ورفيق الدرب ديالي. ملي فكرنا أنا والصديق السي بوشعيب المسعودي هو المخرج للفيلم بلي غنديروا فيلم طويل، ريحنا على السيناريو وناقشناه وقلنا لازم نخرجوا واحد الفيلم للوجود اللي هو يكون فيلم طويل يتحسب للشركه ويتحسب لنا احنا كناس الانتاج وناس الاخراج. استغنى عليه بكل صراحه، قرينا السيناريو عده مرات بحكم انا
في الانتاج كمنتج وكمكلف بالكاستينغ. انا في الحفل الفيلم كنت انا موديل كاستينغ. ملي قرات السيناريو عده مرات حطيت الاسماء ديال الممثلين والصور ديالهم للسيد المخرج. شافهم الناس اللي هما كيناسبوا الادوار ديالهم وافق عليهم ارتصى بهم كلهم. ما كانش اللي قال لا. بكل صراحه مشكورين من هذا المنبر اللي هما ما شاء الله قامت ورواد في من طبيعه قامت كبيره ورواد في المجال الفني والمجال السينمائي والمجال المسرحي منهم السي عز العرب الكغاط وما أدرك من عزب العرب كغاط، السي جمال العبابسي، السي عبد الحق المجاهد، لالا سعاد الوزاني الملقبة بدواحة، السي الشرقي السروتي، محمد حمزة، وفاء ميراس الفنانة ديالنا والإعلامية بالقناة الأمازيغية، فاطمة الكوش، عبد الرزاق ولد عمار، السي محمد السيبو، يعني عثمان راقوب، واللائحة طويلة. وأعتذر اللي ما جبتش الاسم ديالو كنعتذر منه لأنه لائحة طويلة. ومنهم ناس اللي هما لا علاقة بالفن ولكن يشاركوا معنا في الفيلم أبناء المنطقة، أعطيناهم فرصة باش يعرفوا شنو هي السينما. يعني أنت مع إتاحة الفرصة للشباب اللي عندهم موهبة ديال التمثيل أنهم يدخلوا المجال الفني؟ أكيد أكيد، ولكن ما ننساوش الرواد. نعطيو الشباب حقهم والرواد نعطيهم حقهم. وما كتشوفش ان الموهبه ماشي كافيه وخاص الثقل ديال الموهبه ديال التكوين؟ انا كنفضل، انا صراحه كنعطي فرصه للناس اللي عندهم موهبه وكنعطي للناس اللي عندهم التكوين. ولكن بالناس اللي كيديروا البوز مثلا، ديجا سالوني بعض المنابر على هذا الكلام، مشكورين بدون اسماء المنابر. سولني واحد صحفي صديق عزيز قلت له كي اختي نفس السؤال اللي سولتني، قال لي واش تعطي فرصه للناس الرواد، الناس زعما اللي عندهم موهبه او الناس اللي مكونين، او تعطي الناس اللي عندهم بلود مثلا جاب مليون في تيك توك ولا هادي سميتو تعطيه، انا ما نعطيش فرصه. يعني انت كمنتج، يعني حنا عارفين المنتجين كيكون كيبغيو الربح بطبيعه الحال، هذا مش حاجه ما نكروهاش. نعم. ولكن انت ماشي من المنتجين اللي كيسعوا فقط للربح المادي، وانما انت باغي، انت دخلتي اصلا المجال الفني سبق لك وشرتي ليا في الاوف، لان دخلتي لي حبا فيه ماشي سعيا الى ربح. دونك انت ملتزم ان احنا ملي غادي نديروا واحد العمل باش نخرجوه للمشاهد المغربي ويكون كيرقى التطلعات ديالو، خاصنا نجيبوا ناس اللي عندهم علاقه بالميدان وعندهم واحد الموهبه. من طبيعه الحال نجيبوا ناس اللي هما عندهم تكوين في الميدان، ولماذا ما نحرموش اللي عندهم الناس موهبه، نقدروا حنا نجيريوهم ونعطيوهم فرصه، ربما يعطيو داك الشيء اللي ما يعطيش اللي داير التكوين. لان الا مشيتي للحلقه دابا كتصيب حلقه، كتصيب شي واحد كتبقى تضحك حتى تشبع. تقدر نجيبو واحد اللي هو سميتو ما يعطيناش داك الشيء اللي بغينا. وانا حاجه واحده مازال كناكدها كما انا كنقول لك، الناس اللي هما دايرين بوز ولا اكس ولا ايكغيك، نشجع الناس اللي هما مكونين. فكرة اننا ندخلوا لا 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 ناس ما عندهمش الموهبة غير لمجرد ان عندهم البوز. لا 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 انا لا كنهضر على راسي انا لا، واللي بغى يشتغل على هذا الموضوع الله يسخر له، ما عندناش مشكل. انا بالنسبة لي انا نعطي فرصة للناس اللي هما قراو وتمحنوا على هذا الشيء، والناس اللي عندهم موهبة حتى هما نقحموهم في الميزان اللي مانا غيعطيونا ونجي نسيبو فيهم داك الشيء اللي بغينا. باش واحد ربع دار مليون جوج المليون 20 مليون ديال 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 المتابعه باش نجيبو انا باش حنا ما كاينش اللي ما كيقلبش على الربح فعلا، ما كاينش اللي كيقلبش على القوت اليومي، ولكن اللي نعطيو الفن ونعطيو الثقافه والسينما نعطيو حقها. وانت ذكرتي واحد النقطه مهمه في الاول، قلتي انايا كانت انا اهم حاجه عندي هي السمعه ديالي، فباش تحافظ على هذيك السمعه ديالك في المجال الفني فلا بد انك يكون عندك واحد مجموعه المبادئ تبقى ملتزم بها. نعم. وي بالنسبه لك انت وعلى ديك المبادئ، ففي التصريحات ديال الفنانين اللي اشتغلتي معاهم ومنهم لالا سعاد الوزاني، فقالت في تصريح صحفي ليها قالت بان اشادت بطريقه التعامل ديالك معهم، قالت بان احنا كنلقاو كفنانين كنلقاو مشاكل مع المنتجين وهذا اللي ما لقيناش مع السي رشيد، لانه سبق لنا الاجر ديالنا قبل ما نساليو من التصوير. فشنو تقول في هذه القضيه؟ هذه مشكورين جميع الفنانه بكل صراحه، وهذه شهادات اعتز وافتخر بها طول حياتي بكل صراحه. ما نقدرش نهضرك في هذا الموضوع، علاش من يقول انا ليس هو. ولكن شنو السبب اللي خلاك انك دير هذه البديهه هذه؟ السبب اولا نقول كل شيء، انا قبل ان اكون مدير شركه انا تكنيسيان، انا تقني،
ومريت في هاد المراحل ومريت في هاد الجرجير جرنجنير سير امتى تخلص امتى ما تخلصش تسنى حتى تجي للدوزيام ترونش ولا كاتريم ترونش ولا تروزيام ترونش ولا هادي سميتو تسنى من هاد المراحل ما بغيتش ان الناس اخرين اللي هما يدوزوا منها اللي عانيت منها انا كدير كونطرا ديالك وكتسنى اليوم تخلص اليوم ما تخلصش ما تخلصناش ما درناش كنقول اللهم انا بالنسبه لك انني دخلت في العالم ديال الانتاج اللهم تقصح انا ولا تقصح مسكين هذاك اللي راه جاي باش يصور واحد الطريف ديال الخبز لوليداتو يمشي فهاد ما يمشي فرحان تمشي تصيفطو نادم اللهم تعطي واحد جوج فرانك اللي هو عرق عليهم باش يفرح وليداتو يدخل للدار وبعد يدير ريالات دي هادي تقدم لكم الى غير ذلك راك عارفه سنه الحياه وعارفه مشاكل الحياه كلها. وانت دابا في مجال ديال الانتاج فاحنا كنعرفوا ان الانتاجات السينمائيه دابا ولي كيخرج لهم واحد الدعم وسمعنا مجموعه من كان واحد الجدل اولا بخصوص الدعم وكان مجموعه من الناس اللي قالوا احنا ما كنعرفوش معايير اللي تتم بها المنح ديال هذاك الدعم. فبالنسبه لك انت واش كتشوف ان هذه الطريقه كيفاش كيتعطى الدعم هي طريقه يعني صحيحه وبانك ما كتلقاش فيها بان مشكل هذيك الضجه غير مبالغ فيها ولا كتشوف ان الضجه بصح عندها سبب؟ لا ما نقدرش نقول لك زعما يعني واش هي حقيقيه ولا ماشي حقيقيه لان انا كان اللي هو انا كنهضر كشخص كنهضر على كرشيد الحجوي ما كنهضرش على شي شخص ثاني نتمنى بالله يكون الدعم ما بعد الانتاج يعني يمشي هذا المنتج ولا سميتو ينتج اعمال ديالو ولا عمل ديالو ويكون انتاج في المستوى ويقدموا لجنة الدعم ديك الساعه ودي سميتو تفرجوا وديك الساعه الا كيدي يستحق الدعم يدعموه يعني حتى يخرج للوجود وديك الساعه نشوفوا المستوى ديالو عادي يتم نعم يعني. باش نشوفوا التقنيات باش تخدم ونشوفوا الناس اللي شاركوا فيه الممثلين ونشوفوا بزاف ديال الحوايج باش نعرفوا واش ندعموه ولا ما ندعموش. في الاخير ديال الحوار ديالنا وللاسف الوقت ما منسمش اننا نطولوا مازال في هذا لان مجموعه من الامور باقي ما تشرناش ليها ولكن امر اللي لابد اننا ندويو عليه واللي هو المبادره اللي دابا انت كتقودها في المناطق النائيه اللي انت باغي تحيي او اعاده احياء القافله السينمائيه فدوينا شويه على هذه المبادره. بكل صراحه لي الشرف في هذا الموضوع اللي هو يعني فكره ديال شحال هذه في الحلم ديال باش نكون نديرها ولكن جات على 2022 بطبيعه الحال بالموافقه ديال الشريك ديالي المخرج ديال الافلام السي بوشهيد المسعودي ناقشت معاه الموضوع قال لي فكره جميله وخرجنا للوجود اللي هو ان شاء الله غادي المبادره الاولى غتكون في قصيبه محاو سعيد اللي هي في جبال الاطلس المتوسط ناحيه جهات بني ملال الخنيفره اللي هو غيتعرضوا جوج الافلام الفيلم دوار العفاريت والفيلم الوثائقي الطويل امغار هي حلم كان من في ذهني منذ الصغار. نعطيك واحد النبذه عليا يعني ممكن 1976 1977 في عمري 7 سنين 6 سنين كانت جات القافله السينمائيه وديك القافله السينمائيه صبغوا غير الحيط بالابيض وباش يديروا البروجيكسيون وبعيده على الدوار ديالنا باش تمشي 3 كيلومتر تقريبا وست سنين في 3 كيلومتر باش تمشي لها مع 10 الليل وما تجي تقريبا حتى الوحده الليل وهذه سميتو صعيبه حبا في السينما من الصغر وهذا اللي انا بغيت نرجع بحال داكشي اللي كنت كنشوف انا في 76 و77 والى غير ذلك بغيت نوصلوا لهاد الناس اللي هما في المناطق النائيه اللي هما ما تشقون ذاك الناس اللي هما مساكن ما كيعرفوش شنو هي السينما. يعني الفكره ديال المبادره اللي باغي دير جات من الواقع اللي عشتي ومشكورين حتى المجلس البلدي ديال القصيبه لان ناقش معهم الموضوع رحبوا بالفكره وعلى طريق الفكره ديالي باش غنعرض جوج الافلام عندهم في الاوقات طلق القبيلات اللي هما في الجبال ركبوا داروا اسبوع ثقافي هذا باش ما يحسوش الناس بالملل فوالا باش نعطيهم السينما نعطيهم الرياضه نعطيهم الفولكلور نعطيهم بزاف ديال الحوايج الى غير ذلك. دخلنا في الاسبوع الثقافي بمدينه القصيبه اللي هي انا اول مره كتقال في هذا المنبر ديال انفاس بريس. شكرا بزاف السي رشيد على كاع المعلومات اللي عطيتينا وشاركتي معنا مجموعه من الامور اللي هي انفراد بالنسبه لينا الانفاس فكنشكروك مجددا وكنحيو فيك هذه البادره اللي بغيتي دير. فهذا هو لقاءنا اليوم مشاهدينا على امل لقائكم مع ضيف جديد وموضوع جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.